موقع أنا السلفي. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، قوله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسة يغشى طائفة منكم. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. الآية يمتن الله عز وجل على عباده المؤمنين بنعمة عظيمة، وهو أنه عز وجل أنزل عليهم بعد الغم، والغم هو الألم والضيق الذي أصابهم من الهزيمة والقتل والجراحات. أنزل الله عز وجل عليهم من بعد هذا الغم أمانة، أمانة نعاسة. أمانة أي الأمن، والنعاس استرخاء يصيب الجسم قبل النوم. يعني أنزل الله عز وجل عليهم من بعد هذا الغم أمنة أي طمأنينة، طمأنينة وثقة. نعاسا يعني جعل أحدهم والسيف بيده ينام، النعاس مقدمة النوم، حتى أن أبا طلحة رضي الله عنه يصف الصحابة وهم في هذا الحال بأن أحدهم كانت رأسه على صدره نايمين وهم واقفون وبأيديهم السيف، فيقع السيف من أيديهم ثم ينتبه فيأخذه ثم ينعس مرة ثانية. وهذا من الأمن، الأمن الذي جعله الله عز وجل في قلوبهم. والنعاس في هذه الحالة دليل على الأمان، لأنه لا ينام الخائف، الخائف لا ينام، فمعنى أنه ينام في هذه الحالة إذن فهو آمن، أمنه الله عز وجل. كما قال سبحانه: إذ يغشيكم النعاس أمانة منه، فدل ذلك على أن النعاس في حال الخوف دليل على الأمان، وهذه منة يمتن الله عز وجل بها، يمتن الله بها عباده المؤمنين. وهذا من الله، النعاس في القتال وعند الخوف من الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: النعاس في القتال من الله، وفي الصلاة من الشيطان، وفي الصلاة من الشيطان. رواه ابن أبي حاتم. يقول رحمه الله تعالى: ما زال السياق في الحديث عن غزوة أحد، فأخبر تعالى في الآية الأولى عن أمور عظام. الأول أنه تعالى بعد الغم الذي أصاب به المؤمنين أنزل على أهل اليقين خاصة أمنا كاملا، فذهب الخوف عنهم حتى أن أحدهم لا ينام والسيف في يده.
فيسقط من يده ثم يتناوله يغشى طائفة منكم، يعني يصيب المؤمنين الصادقين منكم ليستريحوا. يغشى طائفة منكم أي المؤمنين، ولا يصيب المنافقين، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق، هؤلاء هم المنافقون. أجبن قوم وأخذله للحق، أهل شك وريب في الله عز وجل، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ظن الجاهلية يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، أو أنه لا ينصر، أو أنه بهذه الهزيمة قد باد الإسلام وأهله. هذا هو ظن الجاهلية، ظن هؤلاء المنافقين. أما المؤمنون يظنون بالله عز وجل الحق، ويوقنون بوعد الله سبحانه وتعالى، ويؤمنون بقضاء الله وقدره، وأن هذا قد وقع بقدر الله وقضائه. قل إن الأمر كله لله، الأمر كله لله عز وجل، وما وقع هذا بقضاء الله وقدره، فيؤمن به المؤمنون ويصدقون ويرضون عن الله عز وجل فيما قدر عليهم. يقول الثاني أن أهل الشك والنفاق حرمهم الله تعالى من تلك الأمنة، فما زال الخوف يقطع قلوبهم، والغم يسيطر على نفوسهم، وهم لا يفكرون إلا في أنفسهم كيف ينجون من الموت، وهم المعنيون بقوله تعالى وطائفة النفاق، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني لا يفكرون إلا في نجاة أنفسهم، غير مكترثين بما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والثالث أن الله تعالى قد كشف عن سرائرهم، فقال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. والمراد من ظنهم بالله تعالى غير الحق ظن المشركين، أنهم يعتقدون أن الإسلام باطل، وأن محمداً ليس رسولاً، وأن المؤمنين سينهزمون ويموتون وينتهي الإسلام ومن يدعو إليه. هذا حال المنافقين عند الزلازل والمحن، عند الأمور المقلقة والابتلاءات، هذا هو ظن المؤمنين بالله عز وجل، وظن المؤمنين بالإسلام وأهله، يظنون أن الأمر قد انتهى، وأن هذه الفيصلة، وأنه لن تقوم قائمة للإسلام وأهله، وأن الإسلام سيباد وأهله كذلك. هذا شأن أهل النفاق والريب على مدار الزمان، على مدار الزمان هذه صفتهم. أجبن قوم أهل النفاق هؤلاء، أجبن قوم وأخذله للحق، أهل ريب وشك في الله عز وجل، أي في وعده سبحانه وتعالى. والرابع أن الله تعالى قد كشف سرهم، فقال عنهم يقولون هل لنا من الأمر من شيء، هل لنا من الأمر من شيء، معناه هنا النفي،
يعني ليس لنا من الأمر من شيء. النفي: ما لنا في هذا الأمر من شيء. هذا القول قالوه سرا فيما بينهم، ومعناه ليس لنا من الأمر من شيء، ولو كان ما خرجنا ولا قتلنا ولا أصابنا الذي أصابنا، فأطلعه الله تعالى على سرهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء المشركون فشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فكان من رأي عبد الله بن أبي رأس المنافقين لعنه الله أنهم لا يخرجون إليهم وأن يتحصنوا بالمدينة، فإذا هاجموهم فيها عندئذ نقاتلهم ويرميهم النساء والأطفال بالحجارة من الآطام، يعني من أعالي الحصون. هذا كان رأي عبد الله بن أبي، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم من رأيه ألا يخرج، لكن الله عز وجل أمره بأن يشاورهم، وشاورهم في الأمر كما ستأتي الآية. فشاورهم صلى الله عليه وسلم، وكان كثير من شباب الصحابة يتشوقون إلى الجهاد وإلى ملاقات المشركين لما فاتهم ما كان في غزوة بدر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بقولهم ودخل بيته ولبس ملابس الحرب صلى الله عليه وسلم، ثم إنهم ندموا ورجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما ينبغي لنبي لبس لأمة الحرب أن يخلعها حتى يقضي الله بينه وبينهم. وخرج صلى الله عليه وسلم إلى قتال المشركين في أحد، فعندئذ قال هؤلاء المنافقون ما قالوا؟ قالوا: ليس لنا من الأمر من شيء، ولو كان لنا ما خرجنا ولا قاتلنا ولا أصابنا الذي أصابنا، فأطلع الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم على سرهم، أي على هذا القول الذي أسروه فيما بينهم، وقال له: رد عليهم بقولك، قل إن الأمر كله لله. قل إن الأمر كله لله، الأمر كله لله، يقدر ما يشاء ويحكم ما يريد، سبحانه وتعالى فعال لما يريد، يحكم ما يريد، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. الأمر كله لله عز وجل، وهو سبحانه من قدر خروجكم، فلا سكن ولا حركة في كون الله إلا بمشيئته سبحانه وتعالى، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فهو عز وجل الذي قدر خروجكم، لذلك المؤمنون يؤمنون بقضاء الله سبحانه وتعالى، فلما فعلوا هدى الله عز وجل قلوبهم. من يؤمن بقضاء الله يهدي الله عز وجل قلبه. ثم هتك الله تعالى مرة أخرى سترهم وكشف سرهم، فقال: يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يعني يخفون في أنفسهم من الكفر والبغض والعداء لك ولأصحابك ما لا يظهرونه لك. والرابع: لما تحدث المنافقون في سرهم وقالوا: لو كان لنا من الأمر من شيء ما قتلنا هاهنا، هذا القول قاله معتب ابن قشير، وهذا رجل من المنافقين، وفي حديث أبي طلحة رضي الله عنه وهو في نعاسه فسمع هذا القول، معتب بن قشير
يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. يقول كالحلم ونائم، يسمع كالحلم نعاس أمانة منه سبحانه وتعالى. فقال هؤلاء المنافقون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. يريدون لو كان الأمر بأيديهم ما خرجوا لقتال المشركين، لأنهم إخوانهم في الشرك والكفر، ولا قتلوا مع من قتل في أحد. فأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم بقوله قل لو كنتم في بيوتكم، أي في المدينة، لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لبرز يعني ظهر، مضاجعهم يعني أماكن مصارعهم. قضاء الله نافذ، ما قدره عز وجل لا بد وأن يكون سبحانه وتعالى عز وجل. فيقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم قل لهم، قل لو كنتم في بيوتكم أي في المدينة لبرز الذين كتب عليهم القتل. لبرز يعني لظهر، الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. كتب، قدر، كتب وقدر عليهم القتل إلى مضاجعهم. مضاجعهم يعني أماكن مصارعهم، مصارعهم ستكون في أحد، سيقتلون في أحد. لأن ما قدره الله نافذ على كل حال، ولا حذر مع القدر، أي ليس بنافع. الحذر ليس بنافع مع قدر الله، مع أن الله أمر به من باب الأخذ بالأسباب. أخذ الحذر من جملة الأسباب المطلوبة طاعة لله تعالى، إذ قال عز وجل خذوا حذركم. إنما لما يقع ما قدره الله عز وجل لا ينفع في رده حذر، ما قدره الله لا ينفع في رده حذر، فأنت أخذت بالأسباب. ثم وقع ما قدره الله عز وجل خلاف حذرك، ماذا يكون عليك؟ يجب عليك أن تسلم وأن ترضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. ومن ثم فلا أسف ولا حزن ولا سخط، إذ ما قضاه الله تعالى هو الخير، بل الخير كله، الخير كله فيما قدره وقضاه الله عز وجل على العبد، وإن كان خلاف ما يهوى، وإن كان خلاف ما يهوى، فالخير كله فيه. فعندئذ يقول إن لله وإن لي راجعون، يرضى ويسلم، والله سبحانه وتعالى يهدي قلبه، يهدي قلبه أي للإيمان أن ما أصابه بقدر الله سبحانه وتعالى. وليبتلي ما في صدوركم، وليبتلي ما في صدوركم. ليبتلي يعني ليختبر، أي ما كتب الله عز وجل ذلك إلا ليختبر ما في صدوركم من نيات ومقاصد. هذا من الحكم. ولا بد وأن يتم خروجكم إلى أحد بتدبير الله تعالى، ليبتلي الله أي يمتحن ما في صدوركم، ويميز ما في قلوبكم، وليمحص ما في قلوبكم. التمحيص هو التمييز، معنى التمحيص التمييز، وهو إظهار شيء من شيء، يعني بتميز، يعني بتظهر شيء من شيء تميزه. فيتميز الإيمان الصادق من النفاق، وكذا الحب من الكره، فيظهر ما كان غيبا لا يعلمه إلا هو إلى عالم المشاهدة.
ليعلمه ويراه على حقيقته رسوله والمؤمنون، وهذا لعلم الله سبحانه وتعالى بذات الصدور سبحانه وتعالى، والله عليم بذات الصدور. قوله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. تولوا يعني انهزموا وفروا، تولوا انهزموا وفروا. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، يعني جمع المؤمنين وجمع المشركين. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. استزلهم يعني أوقعهم في الزلل، استزلهم أوقعهم في الزلل. فالمقصود هنا استزلهم هو الوقوع في الزلة وهي الخطيئة، والسين والتاء هنا، السين والتاء هنا للتأكيد، هنا للتأكيد. هناك سين وتاء بمعنى الطلب، كما أقول أستغفر الله يعني أطلب مغفرتك يا ربي. والسين والتاء تأتي بمعنى التأكيد، يبقى تأتي بمعنى الطلب وتأتي بمعنى التأكيد، هنا بمعنى التأكيد. كقوله تعالى: واستغنى الله، واستغنى الله، فالسين والتاء هنا للتأكيد كما ذكرنا. يبقى هناك سين وتاء بمعنى الطلب وهناك سين وتاء بمعنى التأكيد. فعندما أقول استغفر الله يبقى أطلب، واستغنى الله يبقى السين والتاء هنا للتأكيد سبحانه وتعالى. إنما استزلهم الشيطان، أي لأوقعهم في هذه الزلة هو الشيطان لعنه الله، ببعض ما كسبوا. بسبب إيه؟ ذنب. ببعض ما كسبوا. ولقد عفى الله عنهم، والحمد لله، إن الله غفور حليم، حليم لا يعاجل بالعقوبة. يقول رحمه الله: تضمنت الآية إخبار الله تعالى عن حقيقة واحدة ينبغي أن تعلم، وهي أن الذين فروا من المعركة لما اشتد القتال وعظم الكرب، الشيطان هو الذي أوقعهم في هذه الزلة. الزلة وهي توليهم عن القتال بسبب بعض الذنوب كانت لهم. إذن هذه الآية الكريمة مع غيرها من الآيات تبين السبب الخفي للهزيمة. السبب الخفي للهزيمة هي مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث ترك الرماة مواقعهم ونزلوا لطلب الغنيمة. والمراد إلقاء تبعة الهزيمة عليهم إذ هم السبب فيها. ولذا عفى الله عنهم ولم يؤاخذهم بهذه الزلة، وذلك لأن الله غفور حليم، فلذا يمهل عبده حتى يتوب فيتوب عليه ويغفر له. ولو لم يكن حليما لكان يؤاخذ لأول الذنب والزلة، فلا يمكن أحدا من التوبة والنجاة. وهذه الآية الكريمة، هذه الآية الكريمة مما يدافع بها عن عثمان رضي الله عنه، لأن المارقة أخذوا على عثمان رضي الله عنه أمورا وجعلوا ينشرونها بين الناس، وينشرونها في الأماكن التي قل فيها العلم كمصر والعراق، حتى استطاعوا أن يكونوا جمهورا من المارقين، تواعدوا المدينة
وكانت النهاية أن قتل عثمان رضي الله عنه. فمما قالوا إنه فر يوم أحد، إنه فر يوم أحد. فقال عثمان رضي الله عنه: نعم، وإن الله عز وجل قال: ولقد عفى الله عنهم، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان بعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. إذن كيف يؤاخذ الإنسان بذنب عفى الله عز وجل عنه؟ ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم سبحانه وتعالى. يقول: من هداية الآيتين الكريمتين إكرام الله تعالى لأوليائه بالأمان الذي أنزله في قلوبهم، وهذا إلى يوم القيامة. الله عز وجل يؤيد أولياءه المؤمنين بهذا الأمان عند الخوف. عندما يشتد الخوف، عندما يشتد الخوف ويكون العبد في سبيل الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يؤمنه بهذا النوم. كم من الإخوة الذين ظلموا في السجون وغيرها وكانوا يشتد بهم الخوف، فيقول: كنا ننام نوما لا نشعر بأي شيء، يلقى عليهم النوم بالأمان. النوم هذا يكون من الله عز وجل ليؤمنه الله تعالى مما يخاف، وهذا من المنة ومن الرحمة التي يرحم الله عز وجل بها عباده وأولياءه المؤمنين. إهانة الله تعالى لأعدائه بحرمانهم مما أكرم به أولياءه، وهم في مكان واحد، سبحان الله، في مكان واحد وفي جيش واحد، مكان واحد وجيش واحد، والله سبحانه وتعالى أكرم أولياءه بهذا الأمان، وأما المنافقون أهانهم الله عز وجل وحرمهم تبارك وتعالى من هذه الأمانة، فكانوا في خوف وغم وألم وضيق، أما وهم في مكان واحد، وهم في مكان واحد. تقرير مبدأ القضاء والقدر، وأن من كتب موته في مكان لا بد وأن يموت فيه. أفعال الله تعالى لا تخلو أبدا من حكم عالية، حيث يجب التسليم لله تعالى والرضا بأفعاله سبحانه وتعالى في خلقه. الذنب يولد الذنب، والسيئة تتولد عنها سيئة أخرى، فلذا وجبت التوبة من الذنب فورا. قال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة، إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من جزاء السيئة السيئة بعدها. الذنوب تتوالد، الذنوب لها أخوات والحسنات لها أخوات. عندما يفعل العبد حسنة تقول أخته افعلني، وعندما يقع العبد في الذنب عياذا بالله تقول لا، تقول له أختها افعلني. السيئة تجيب سيئة، الذنوب تتوالد، ثم يجد نفسه وقع في ذنب عظيم. ولا تقربوا الزنا، الزنا هذا عياذا بالله لن يصل إليه العبد إلا إذا تهاون في المقدمات، ومقدمة توصله للمقدمة التي بعدها حتى يزني وهو لا يشعر. ما خلا رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، ولا يدري كيف زنى، ولا تدري المرأة كيف زني بها، عياذا بالله. ذنوب تتوالد، الذنوب تتوالد، يعني الإنسان لا يحقر الذنب، هذا الذنب الذي تحقره سيوصلك إلى الكبير، لأنك تقع فيه يأتي الذي بعده افعلني أيضا، يأتي الذي بعده افعلني أيضا، وهكذا وهكذا وهكذا. والشيطان لعنه الله هو الذي استزل الإنسان، وهو الذي أوقعه في الخطيئة، ويأخذه درجة درجة عياذا بالله، ودركة دركة، حتى يوقعه في الذنب العظيم.
الذنب يولد الذنب، والسيئة تتولد عنها سيئة أخرى، فلذا وجبت التوبة من الذنب فورا، الندم والإقلاع فورا، والعزم على عدم العود. والله المستعان. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ينادي الله عز وجل على عباده المؤمنين الصادقين. الصادقين في إيمانهم بالله ورسوله، وكذا أيضا الموقنين بوعد الله سبحانه وتعالى ووعيده. يناديهم عز وجل، يناديهم لينهاهم عن الاتصاف بصفات الكافرين النفسية: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فينهاهم الله عز وجل عن الاتصاف بصفات الكافرين النفسية، يعني لا يتشبهون بهم. وهذه الآية دليل على حرمة التشبه بالكافرين. ومن ذلك قول الكافرين لإخوانهم في الكفر إذا هم ضربوا في الأرض، ضربوا يعني سافروا، ضربوا في الأرض أي سافروا، سافروا لتجارة أو كانوا غزا أو خرجوا لغزو، فمات من مات منهم أو قتل من قتل بقضاء الله وقدره لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، أي ما فارقونا، لو كانوا عندنا ما فارقونا وبقوا في ديارنا ما ماتوا وما قتلوا. وهذا دال على نفسية الجهل ومرض الكفر. وحسب سنة الله سبحانه وتعالى فإن هذا القول منهم يتولد لهم عنه بإذنه تعالى غم نفسي وحسرات قلبية. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا أصابنا شيء أن نقول ماذا؟ قدر الله وما شاء فعل، لكن نهانا عن لو كان كذا لكان كذا، فإن لو من عمل الشيطان، إنما نقول قدر الله وما شاء فعل. فلو هذه منهم أتت عليهم بماذا؟ بغم وحسرة، وقد تودي بحياتهم. وما درى أولئك الكفرة الجهال أن الله يحيي ويميت، فلا السفر ولا القتال يميتان، ولا القعود في البيت جبنا وخورا يحيي. هذا معنى الآية الكريمة: ليجعل ذلك حسرة في قلوبهم. لو يقولون لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، يعني جعل الله هذا الاعتقاد في قلوبهم ليزدادوا ندامة وحزنا في قلوبهم. أما المؤمنون فإنهم يعلمون أن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم، وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم، وأن هذا كله بقدر الله سبحانه وتعالى، فيهدي الله قلوبهم ويخفف عنهم المصيبة. والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو المحيي المميت، وهذا من معاني الربوبية، أنه سبحانه وتعالى الخالق الرزاق المحيي المميت سبحانه وتعالى، فبيده وحده عز وجل الإحياء والإماتة. فالمؤمن
يؤمن بقضاء الله وقدره وأنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له. والله بما تعملون بصير. فيه وعد للمؤمنين إن انتهوا عما نهاهم عنه في الآية، ووعيد إن لم ينتهوا فيجزيهم بالخير خيرا وبالشر إن لم يعفوا شرا. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن قتلتم، ولئن اللام هذه اللام الموطئة للقسم، ولئن الموطئة بالقسم يعني إيه موطئة للقسم؟ يعني مؤذنة بأن قبلها قسم مقدر، يعني والله لترون الجحيم، والله لترون الجحيم. اللام هذه تسمى اللام الموطئة للقسم، معناها مؤذنة أن قبلها قسم مقدر. ولئن قتلتم في سبيله، يعني والله لئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة. يبشر الله تعالى عباده المؤمنين مخبرا إياهم بأنهم إن قتلوا في سبيل الله أو ماتوا فيه، يعني في سبيل الله، يغفر لهم ويرحمهم، وذلك خير مما يجمع الكفار من حطام الدنيا. ذلك الجمع للحطام الذي جعلهم يجبنون عن القتال والخروج في سبيل الله. هناك قراءة خير مما تجمعون، خير مما تجمعون أي المؤمنون، خير مما تجمعون أي تجمعون من الدنيا، خير مما تجمعون، وخير مما يجمعون يعني يجمع الكفار والمنافقون. وهناك أيضا قراءة وهي لغة، ولئن متتم ولئن متتم بكسر الميم، متتم ومتتم بمعنى واحد. ولئن متتم ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. يؤكد الله تعالى تلك الخيرية التي تضمنتها الآية السابقة، فيقول ولئن متتم أو قتلتم أي في سبيلنا لإلى الله تحشرون، أي حتما، يعني إلى الله وحده. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، التقديم الجار والمجرور يفيد التخصيص، يعني تحشرون إلى الله وحده لا غيره، فيجازيكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وثم يعني هناك في الحشر يتم لكم جزاؤنا على استشهادكم وموتكم في سبيلنا، ولنعم ما تجزون به في جوارنا الكريم. من هداية الآيات الكريمة حرمة التشبه بالكفار ظاهرا وباطنا. يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم. يبقى إذن الآية تنهى عن التشبه بالكافرين. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير: ينهى الله عباده المؤمنين عن مشابهة الكفار في اعتقادهم الفاسد، هذا اعتقاد الكفار والمنافقين، ينهى الله عباده المؤمنين عن مشابهتهم في هذا الاعتقاد الفاسد. الندم يولد الحسرات، لذلك الإنسان لا يقول بعد أن يصيبه شيء لو انتهى الأمر، إن قدر الله وما شاء فعل انتهى الأمر. الندم يولد الحسرات، والحسرة غم وكرب عظيمان، والمؤمن يدفع ذلك بذكره القضاء والقدر، فلا يأسى على ما فات، لا يحزن، فات لا يحزن،
فلا يأسى على ما فاته ولا يفرح بما آتاه من حطام الدنيا. موتة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. ثم يقول سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فبما رحمة من الله، فبما رحمة من الله، الميم هنا زائدة، ما هو المعنى فبرحمة من الله، وهنا زائدة للتأكيد، زائدة للتأكيد، يبقى مزيدة لتوكيد الكلام وتقويته. معنى الزيادة في قول سيبويه معناها إن ليس لها عمل، مش زائد يعني حاجة كده زايدة ملهاش فائدة، إنما ليس لها تأثير في العمل، فهنا للتأكيد، يبقى الحرف زائد للتأكيد لتقوية الكلام. فبما رحمة من الله، فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم، يعني كنت رفيقا بهم تعاملهم بالرفق واللطف، ولو كنت فظا يعني خشنا، خشنا في معاملتك، شرسا في أخلاقك، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. غلظ القلب عياذا بالله عبارة عن تجهم الوجه وقلة الانفعال في الرغائب وقلة الإشفاق والرحمة، إن ده اسمه غليظ القلب. غليظ القلب الذي وجهه متجهم في الرغائب لا ينفعل، وكما أنه قليل الإشفاق والرحمة، هذا هو غليظ القلب الذي قلت شفقته وعزت يعني ندرت رحمته، كما قال الشاعر الجاهلي: يبكى علينا ولا نبكي على أحد، لنحن أغلاظ أكبادا من الإبل. كانوا إيه؟ كان بالنسبة لهم هذا فخر، وكانوا يعتقدون أن تقبيل الإبن من الضعف والخور، لذلك كانوا لا يقبلون أبناءهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال لعله الأقرع بن حابس، قال له، قال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم، أو تقبلون صبيانكم؟ كانوا يعتبرونه إيه؟ من الضعف، ضعف بالرجل أن يقبل ولده. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن قال: أو تقبلون صبيانكم؟ إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ وقال: من لا يرحم لا يرحم. وقال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فكانوا في الجاهلية يفتخرون بهذا، انظر يقول: يبكى علينا ولا نبكي على أحد، لنحن أغلظ أكبادا من الإبل. فكانوا يعتبرون هذا مفخرة، وهذا من القوة والفروسية والشجاعة. أما الإسلام فجاء بماذا؟ جاء بالرحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم صفته في التوراة كما في الكتب المتقدمة، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: ليس بفظ ولا غليظ، ولا ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، صلوات الله وسلامه عليه. فيمتن الله عز وجل عليه فيقول له سبحانه وتعالى:
فبما رحمة من الله، أي برحمة منه سبحانه، لنت لهم، لنت للمؤمنين. ولو كنت فظا غليظ القلب، الفظ اللي هو الخشن في المعامل، الشرس في الأخلاق، غليظ القلب بيناه، لم فضوا من حولك، انفضوا يعني تفرقوا، وذهبوا تاركينك وشأنك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يقول رحمه الله: ما زال السياق في الآداب والنتائج المترتبة على غزوة أحد، ففي هذه الآية يخبر تعالى عما وهب رسوله من الكمال الخلقي الذي هو قوام الأمر، فيقول: فبما رحمة من الله، أي فبرحمة من عندنا رحمناهم بها، لنت لهم، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعنف أحدا في غزوة أحد، لم يعنف الذين انهزموا وفروا، بل رفق بهم صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك بتوفيق من الله عز وجل لرسوله. ولو كنت فظا قاسيا جافا جافيا، قاسي القلب، غليظ القلب، قاسي القلب، غليظه، لم فضوا من حولك، أي تفرقوا عنك وحرموا بذلك سعادة الدارين. وبناء على هذا فاعف عن مسيئهم، هذا تدريج، أولا العفو ثم الاستغفار ثم المشاورة. فاعف عن مسيئهم واستغفر لمذنبهم وشاور ذوي الرأي منهم. وإذا بدا لك رأي راجح المصلحة فاعزم على تنفيذه وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. نتكلم هنا عن الشورى، وهذا الكلام ملخص من تفسير القرطبي رحمه الله. الشورى لغة مأخوذة من قول العرب شرت الدابة وشورتها، أي إذا علمت خبرها بجري أو غيره. ويقال للموضع الذي تركض فيه المشوار، يقول لك أنا رايح مشوار. إيه رايح مشوار؟ المكان اللي أنت رايح فيه ماشي فيه، المكان الذي تركض فيه يسمى مشوار لغة. قال ابن عطية: والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، من لا يستشير، يعني من الحكام، من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب. هذا ما لا خلاف فيه، مدح الله المؤمنين بقوله: وأمرهم شورى بينهم. ويأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم فيقول: وشاورهم في الأمر. قال أعرابي: هذا من فضل الشورى، ما غبنت قط، يعني ما خسرت في موقف قط، ما غبنت قط حتى يغبن قومي. قيل: وكيف ذلك؟ قال: لا أفعل شيئا حتى أشاورهم، لا أفعل شيئا حتى أشاورهم. وكان يقال: ما ندم من استشار. وقد قيل أيضا: من أعجب برأيه ضل. قال الشافعي رحمه الله في الآية: وشاورهم في الأمر، هل هذا على الاستحباب أم هذا واجب؟ على قولين لأهل العلم.
الإمام الشافعي رحمه الله يختار أن هذا مستحب تطيبا لقلوبهم، فيقول هذه الآية كقوله صلى الله عليه وسلم: والبكر تستأمر، أي تطيبا لقلبها لا أنه واجب. والشورى تكون في أمر الحرب ومكائده وفيما لم يأتي به وحي. ننتبه، الشورى هذه في ماذا؟ يعني الشورى في أمر شرعي، الشورى هذا حلال وهذا حرام نأخذ فيها شورى؟ لا، الشورى في أمور الحرب ومكائده وفيما لم ينزل به وحي. هذه الشورى، الشورى فيما لم ينزل به وحي. قاله الحسن البصري. وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بمشاورة أصحابه لتقتدي به أمته من بعده صلى الله عليه وسلم. قال قتادة رحمه الله: كانت سادات العرب إذا لم يشاوروا في الأمر شق عليهم. السادة إذا كان هناك أمر لم يشاوروا فيه شق عليهم، لأن الشورى هذه بركة، الشورى بركة، الشورى خير ولا تؤدي إلى خير، ولا تؤدي إلا إلى خير. وقد أحسن القائل: شاور صديقك في الخفي المشكل، واقبل نصيحة ناصح متفضل، فالله قد أوصى بذلك نبيه في قوله: شاورهم وتوكلي. وقال صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. ما صفة هذا المستشار؟ في الأحكام أن يكون عالما دينا، وقلما تجد ذلك إلا في عاقل. العالم بالأحكام الشرعية عاقل، توافر عقله، قلما يكون في عالم جمع الأحكام الشرعية، قلما كمال العقل. لا يمكن هذا غالبا، أن من أعطاه الله الأحكام الشرعية وأن يكون عالما فيها وليس بعاقل. قال الحسن: ما كمل دين امرئ ما لم يكمل عقله، ما كمل دين امرئ ما لم يكمل عقله. يبقى الكمال في الدين يؤدي إلى كمال العقل. فإذا استشير من هذه صفته، واجتهد في الصلاح وبذل جهده، فوقعت الإشارة خطأ فلا غرامة عليه، قاله الخطابي وغيره. يعني هذا عالم وبذل جهده في الاستشارة، وترتب على ذلك إنه قد ترتب خطأ، لا يضمن الغرامة، لا يضمن الغرامة، المستشار مؤتمن. كذلك أيضا قد يفعل أهل الشورى ما في وسعهم ثم يتبين عكس ذلك، يعني من الواقع، لأن كما سنبين إنك إن المستقبل هذا بيد الله، النتائج بيد الله، أنت تأخذ بالسبب وتوكل على الله، النتائج هذا بيد الله. كما قال الله عز وجل عن إخوة يوسف عليه السلام، قال: وما كنا للغيب بحافظين. إذن الغيب ماذا سيكون في المستقبل، ماذا سيترتب من نتائج، هذا بيد الله عز وجل. وصفة المستشار في أمور الدنيا، لما تيجي تستشير واحد في أمور الدنيا، أن يكون عاقلا مجربا، عاقلا وجرب الأمور. لذلك تستشير كل عالم بفنه، أن أنت والله عايز مثلا حاجة في شباك ولا باب، تروح تسأل مين؟ نجار، ما تروحش تسأل حداد. يبقى تروح تسأل مين وتستشير مين؟ كل عالم بفنه. والحاكم كذلك، حرب
يجيب أهل الحرب يستشيرهم، اقتصاد يأتي بأهل الاقتصاد يستشيرهم، علم ودين وأحكام شرعية يأتي بالعلماء يستشيرهم. هذا واجب على الحاكم. قال بعضهم شاور من جرب الأمور فإنه يعطيك من رأيه ما وقع عليه غاليا وأنت تأخذه مجانا. يعني إيه؟ مثلا واحد اتحبس في موضوع ما، فأنت لما تروح تقول له إيه رأيك في الموضوع ده يقول لك خلي بالك عشان أنا إيه دقت الموضوع دوت والسجنت وشفت السجن وا 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 اوعى تعمل الموضوع دوت. يبقى ده تستشير مين؟ تستشير ده انت خدته ايه؟ مجانا. انت خدت نصيحته دي مجانا، بس هو خدها بايه؟ بالدم. هو جرب، هو جربها، وبالتالي تستشير مين؟ من جرب الامور. اللي جرب الحاجه دي، ان الذي له فيها ضربه وممارسه، هو ده اللي تستشيره. كيف الدعوة؟ الدعوة مثلا والأمور الدعوية والمشاكل الدعوية، لما تيجي تسأل، تسأل مين؟ مرت بك مشكلة من المشاكل، تروح تسأل مين؟ تسأل القديم اللي من أولها، الذي خبر الأمور ومرت عليه هذه المشاكل. مش مشكلة، 30 مشكلة، 30 مرة تعرضت عليه المشكلة ديت، ويقول لك تصرف كذا وكذا وكذا، وإياك أن تفعل كذا وكذا وكذا. وإذا تكلم، تكلم بهذه الطريقة، تكلم 1 2 3. لماذا؟ لأنه إيه؟ خبر الأمور، خبر الأمور، عنده تجربة، عنده ضربة للأمر. وبالتالي فتسأل هذا، لا أن تأتي إلى إنسان أنت ما تعملهاش في أمر دنياك. كما ذكرنا يعني إذا كان في أمر الدعوة والدين تروح تستشير شاب صغير لسه عرفش حاجة، ممكن يوديك السجن، ممكن إن هو يشير عليك بأمر فيه واخد بالك فيه رعونة، ويكون الأمر في النظر في المآلات يضر نفسه ويضر من حوله ويضر الدعوة ويضر أهل بيته ويضر من حوله. ومع إنك أنت في أمر دنياك ما تعملش كده، زي ما قلت لك لو انت عايز تعمل شباك مش هتروح تسال الحداد، هتسال النجار وتقول له ايه هيعمل ايه. اشمعنى جيت؟ مش معنى هان عليك امر دينك. يبقى لما يكون امر الدين وامر الدعوه، الانسان يستشير اهل العلم واهل الضربه والخبره والممارسه، حتى لا يقع، حتى لا يقع فيما يضر به نفسه ولا يضر غيره، لأنه لا يجوز تغيير المنكر بأنكر منه، وإذا تعدى ضرر الآخرين حرم التغيير. ولعظم الشورى جعلها عمر رضي الله، جعل عمر الخلافة وهي أعظم النوازل، جعلها شورى. قال البخاري وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم، يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها. وقال الثوري ليكن أهل مشورتك أهل التقوى والأمانة ومن يخشى الله تعالى. وقال الحسن والله ما تشاور قوم بينهم إلا هدوا لأفضل ما يحضر بهم. ما تشاور قوم، يقسم بالله والله ما تشاور قوم بينهم إلا هداهم لأفضل ما يحضر بهم. طب إيه بقى الشورى؟ إزاي يعني إيه نعمل شورى؟ يعني الشورى مبنية على اختلاف الآراء. يعني عشان نعمل شورى في أمر، فهنقول مثلا فلان أنت معترض، فلان أنت موافق. طب أنت معترض، معترض ليه؟ ايه ادلتك؟ انت معترض ليه عن الموضوع ده؟ قول اللي عندك كده، قول وجهه نظرك، ويقوم جاي عارض وجهه نظره. طب وانت موافق، موافق ليه؟ يعرض وجهه نظره. وهكذا يبقى في معارضين في موافقين،
وده بيقول اللي عنده ده اللي بيقول اللي عنده. طب ده بيرد على ده، بيبدأ أخذ ورد. وعشان تبقى في شورى لازم في معلومات، ما احنا هنستشير على أي أساس في الأمر؟ يبقى لازم في معلومات أهل الفن. لو أمر من أمور الدنيا أو في مثلا في اقتصاد، يبقى هنحضر الناس الاقتصاديين العلماء بالاقتصاد، دول اللي معاهم المعلومات. طب انتوا ايه رايكم في الموضوع ده؟ والله راينا كذا. طب لا انا شايف غير كده، انا شايف كذا 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 كذا. وفي معلومات، لان بالتشاور هذا يرشد الناس الى ارشد امرهم. يبقى الشورى مبنيه على اختلاف الاراء، والمستشير بقى اللي هو المؤتمن ده ينظر في ذلك الخلاف، وينظر اقربها قولا الى الكتاب والسنه ان امكنه، فاذا ارشده الله تعالى الى ما شاء منه عزم عليه وانفذه متوكلا على الله، اذ هذه غايه الاجتهاد المطلوب. وبهذا امر الله نبيه في هذه الايه الكريمه. لذلك يقول الشيخ هنا، يقول: والتوكل الإقدام على فعل ما أمر الله تعالى به أو أذن فيه بعد إحضار الأسباب الضرورية له، وعدم التفكير فيما ترتب عليه، بل يفوض أمر النتائج لله تعالى. هذا وسعهم، تشاوروا وهذا وسعهم، فإذا اتفقوا على أمر فإنهم ينفذونه. النتائج بيد الله، يتوكلون على الله عز وجل في هذا الأمر بعد أخذهم بالأسباب، لأن هذا هو اجتهادهم، هذا غاية اجتهادهم، ويستعينون بالله عز وجل وينفذون. فإذا عزم، العزم هو الأمر المروي المنقح، هو ده معنى كلمة العزم. عزمت على الشيء، طب عزمت يعني ايه عزم؟ يبقى أمر مروي منقح، وليس ركوب الرأي دون روية، إنما تنقح الأمر وتدرسه جيدا ثم بعد ذلك توكل على الله. فإذا عزمت فتوكل على الله. والعزم هو قصد الإمضاء. الشورى هي الحزم. الإنسان الحازم ليس المستبد، الإنسان الحازم الذي يشاور غيره. الشورى ضعف، ليست ضعفا. الشورى عيب فيك، ليست عيبا فيك، لأن الله أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي، لأن الشورى هذه بركة. وهذه كما ذكرنا شاور إيه؟ شاور لبيبا، شاور من يخشى الله، شاور العالم بالفن الذي تريده. وبعد المشاورة اعزم أمرك وتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. انتهى الكلام من تفسير القرطبي رحمه الله. ثم يبين الله عز وجل حقيقة كبرى يجب العلم بها والعمل دائما، والعمل دائما بمقتضاها، وهي أن النصر بيد الله سبحانه وتعالى. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والخذلان كذلك، يعني كل هذا بيد الله، فلا يطلب نصر إلا منه تعالى، ولا يرهب خذلان إلا منه عز وجل. وطلب نصره هو إنفاذ أمره بعد إعداد الأسباب اللازمة له، وتحاشي خذلانه تعالى يكون بطاعته والتوكل عليه. هذا ما دل عليه الآية الكريمة، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذا واجب، التوكل هذا واجب. من هداية الآيتين الكريمتين كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقي. وبعض العلماء يقول هذه الآية الكريمة تضمنت صفات القيادة، هذه الآية الكريمة تضمنت صفات القيادة، فبما رحمة من الله لنت لهم.
ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. هذه الآية الكريمة فيها صفات القيادة، القائد ينبغي أن يتصف بهذه الصفات. كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقي، فضل الصحابة رضوان الله عليهم وكرامتهم مع ربهم سبحانه وتعالى، تقرير مبدأ المشورة بين الحاكم وأهل الحل والعقد في الأمة، فضل العزيمة الصادقة مقرونة بالتوكل على الله، طلب النصر من غير الله خذلان، والمنصور من نصره الله، والمخذول من خذله الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى أعلم. نكتفي بهذا، أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.